أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم روشتا. بنقدم لكم المعلومة والنصيحة من خلال خبراء متخصصين في كل المجالات. النهاردة هنتكلم عن حاجة في المجال الطبي وهي أورام الثدي وصحة المرأة، وهيكتب لنا روشتا النهاردة الدكتور السيد الباز، استشاري جراحة الأورام وأورام الثدي وجراحة المناظير. بنرحب بحضرتك النهاردة معنا. يا أهلا بيك يا أستاذ عماد، يا مرحبا. الحقيقة يعني كتير من المناشدات والتعليقات من متابعي البرنامج، حابة نتكلم عن الموضوع ده بالرغم من أننا اتكلمنا فيه قبل كده، ولكن بنلاقي بصفة مستمرة التركيز على الأورام وبصفة خاصة أورام الثدي. فحضرتك يعني عايزين ننقض ضوء يعني ليه هذا يعني الأسئلة المتكررة والطلب المتكرر لمناقشة قضية أورام الثدي، وعايزين حضرتك بما ان حضرتك بقى متخصص في الاورام السرطانيه بصفه عامه وامراض الثدي تلقي الضوء عن مفهوم الورم السرطاني وورم سرطان الثدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي الا بالله. اولا بشكرك على الدعوه الكريمه. ثانيا، هو فعلا اورام الثدي دلوقتي هي تقريبا شغل الشاغل لمعظم ستات مصر، وخصوصا بعد المبادرات المستمره اللي بتعملها وبتناشد بها الدولة في القضاء على أورام الثدي. موضوع أورام الثدي هو موضوع العصر، وكل العصر ليك حضرتك تتخيل أن أشهر أورام التي تصيب المرأة هو رقم واحد من الأورام التي تصيب السيدات، وهو رقم اثنين في معدل الوفاة. يعني تاني أشهر ورم للوفاة بعد الأول بالنسبة للمرأة، والثاني على مستوى العالم بعد سرطان الرئة بالنسبة للرجال. السرطان الثدي احنا عايزين بس نطمن الناس انه بيقولوا انه لا ده كتير ومنتشر وما حدش بيخف منه، واللي بتصاب بالثدي بعد بتتوفى. كل الكلام ده طبعا هو عامل سلبي ليس إيجابي. الحقيقة ان بنكتشف مثلا سنويا ما يعادل 100-120 ألف حالة سنويا. ال 120 ألف دول ليك تتخيل حضرتك أن 70% منهم أورام حميدة. يبقى كده حضرتك احنا بدأنا الكلام، أنا بصراحة قلبي اتقبض شوية وقلقت أما حضرتك قلت أن نسبة الوفيات كتيرة، وعشان كده يعني بنلاقي دايما في طلب على اننا نتكلم عن اورام الثدي، ولكن كده حضرتك يعني ابتديت تطمننا شوية وتطمن السادة المشاهدين ان يعني لا نطمن، لان في الموضوع مختلف، الموضوع مختلف القلق، ولكن محتاجين نعرف نتعامل معاه ازاي. وحضرتك اشرت لحاجة مهمة لازم برضو نركز فيها، ان الفترة دي فيها يعني امكانات ما كانتش موجوده قبل كده. نعم. ويمكن ابتدينا نعرف لان وسائل المعلومات بقت اكتر، والسوشيال ميديا بقت بتنشر معلومات بصفه مستمره، فبقى الوعي مستوى الوعي بالامراض وكيفيه التعامل معها بقى اكتر. الحاجه كمان المهمه ان الدوله كمان اولت اهتمام بصحه المواطن بصفه كبيره، وفخامه الرئيس اطلق العديد من المبادرات منها مبادرات القضاء على الاورام الثدي. فالدوله قامت بدور كبير جدا في التعامل مع القضايا الشائكه ومنها اورام الثدي. اولا فعلا انا حابب ان انا فعلا أشكر دور الدولة الحقيقة، ويمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كما قدر أنه يبادر بالقضاء على فيروس سي، وأصبح تقريبا معظم الشعب المصري معافى من فيروس سي. أيضا دخل في برنامج إعداد واكتشاف المبكر لأورام الثدي والقضاء عليها مبكرا، وعمل مبادرة اسمها المبادرة الرئاسية موجودة في مركز أورام دار السلام هرمل اللي أنا بتشرف بالعمل فيها، وفي لجنة للأورام بتنعقد علشان كل الحالات الأورام تعرض عليها ونقوم بالإجراءات الصحيحة
لعلاج اورام الثدي. دي جهه حكوميه دي جهه حكوميه مستشفى يعني ناصق في العيادات الطبيه الحكوميه تماما ومستوى الخدمات الموجوده فيها، لان في كتير من الناس بتخاف شويه او بتشكك في جوده الخدمات الطبيه المقدمه من خلال العيادات الحكوميه او المستشفيات او المراكز الطبيه. الحقيقه في اورام الثدي او في صحه المراه بالتحديد لا بقى في لجان وفي مراكز متخصصه وفي عيادات متخصصه هي دلوقتي اللي بتقوم بالتشخيص والاكتشاف المبكر، وقرار العلاج بيحدده نخبه من الاستشاريين المعتمدين من معهد القوم الاورام ومن المراكز الاورام المتخصصه في كيفيه التعامل مع الحالات. فلا الدوله ومراكز الاورام ولنا يعني تعامل مباشر يومي مع حالات الاورام في مركز اورام دار السلام هارمل سابقا، وشايفين الحاجات دي على ارض الواقع. يعني احنا جوه المطبخ، يعني حضرتك بقى في عيادات على مستوى الجمهوريه اماكنها معروفه مظبوط، بالاضافه الى ان في عيادات كمان متنقله. بالظبط، في عيادات متنقله في كل، ودلوقتي تفعل الوحدات دول الوحدات الصحيه في الاكتشاف المبكر وتحويل الحالات للمراكز الاورام المتخصصه، وفي كمان عيادات الكشف المبكر موجوده في معظم المحافظات. يبقى اي شك في ان في ورم في الثدي نروح اقرب عياده من عيادات الصحه الموجوده في المناطق السكنيه، وهي ممكن تحولنا على الاماكن المتخصصه لو احنا مش عارفين فين اماكنها. فدي كلها يعني تسهيلات متيسره تخلينا نبقى مطمنين اكتر. نبدا بقى تقول لنا ازاي الورم ده بيتكون بصفه عامه، ونتكلم عن ورم الثدي. هو الورم بوجه عام، اي ورم هو عباره عن تحول وتحور ونمو وتكاثر لخلايا عن خلايا، يعني خلايا لنسيج الواحد في منها بعض الخلايا بتنمو بيحصل لها طفرات، والطفرات دي بتكون معظمها عشوائي، طفرات جينية طبعا، بتؤدي إلى كبر وتكاثر وتحول الخلايا بعض الخلايا إلى بدل ما تعمل وظيفتها، لا تهاجم الخلايا المجاورة ليها وتهاجم النسيج وتنتشر تمام من داخل النسيج إلى الأنسجة الأخرى. هذا هو الورم، عبارة عن تحول. يبقى إحنا كده كده عشان الإنسان ينمو لازم يبقى في نمو للخلايا، ولكن إذا حصل خلل في نموها بطريقة غير تقليدية فده اللي بيكون الورم. طب هنتكلم على أنواعه بقى، حضرتك تدينا فكرة عنه، ولكن بعد مداخلة من سعد. أستاذ سعد، أهلا بيك. سؤال حضرتك يا أستاذ سعد، سمعنا؟ طيب تكلمنا تاني يا أستاذ سعد، احنا مستنينك. أو أنواع الأورام، لأن طبعا أما الناس بتكتشف إن في كلكوعة موجودة فبيقلق، فما بيبقاش عارف هي الورم ده من نوع الحميد زي ما بنسمع ولا النوع الخبيث، ويعني إيه ورم حميد ويعني إيه ورم خبيث، ويعني خاصة إن بيبقى في أعراض مختلفة كده، بيصاحبها أحيانا ألم وحاجات ما بيصاحبهاش ألم، وأحيانا بيبقى في إفرازات. فحك يعني إدينا فكرة عن الأعراض والأنواع المصاحبة لكل عرض. تمام، سؤال جميل وسؤال بيشغل بال كل السيدات. إيه الأعراض اللي هي بتشير إلى إن أنا عندي مشكلة في الثدي؟ وكمان طريقة تناول معاها بتكون إزاي؟ ورم زي ما بنقول إنه الأورام الثدي هي ثدي، هي بتأتي في الغدد بتاعة الثدي سواء كان رجال أو سيدات، لكن 99% إصابة للسيدات مقابل 1% إصابة للرجال. فكما إنه في أورام سرطانية أو أورام تصيب السيدات أيضا تصيب الرجال. هو عنده بالنسبة لنا إن إحنا عارفين للسيدات، لكن دي بقى دي دي لا دي لازم المعلومة تبقى واضحة، إنه في بعض الرجال بيعانوا أيضا من سرطان ثدي أو أورام ثدي، ودي هنقولها في الأنواع. إحنا عايزين نقول الأنواع ثلاثة. نوع يعتبر يعني يصيب القناة
نفسها او الغده، ونوع او انواع هاديه، يعني في نوع عنيف انفلتريتنج ده عنيف، ونوع او انواع بسيطه اقل تاثرا او اقل عنفا، ونوع بيصيب ده بيصيب الثدي الجلو اللي هو مضمون الثدي. في نوع ايضا من الاورام يصيب الحلمه يسمى باجيت ديزيز، هو ده اللي مقتصر على الحلمه. فاي عرض يتعلق بالحلمه وهو بيبقى عامل زي الاكزيما، اكزيما لايك، يعني هو اعراضه هرش و يعني زي الاستاذ سعد كده ما بالظبط ده واحساس بالحلمه بالظبط، يعني ده اشتباه ورم. فبيجي لنا وبيعمل الاشاعات المطلوبه لسواء الماموجرام او غيره والسونار، وبنشوف وبناخد عينه. هنتكلم عن العلاج، ولكن كده مبدئيا الاستاذ سعد يعني هيتابعنا لنهايه الحلقه عشان يعرف يعمل ايه، ولكن هو مبدئيا في اشتباه في ورم في الحلمه. ناخد اتصال من الاستاذ طه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم. سؤال حضرتك. عايز استفسر الدكتور عن حاجه. اتفضل. انا دلوقتي كان مراتي عندها ورم في الصدر، تمام، وعملت العمليه اديلي اكتر من 20 يوم، تمام. فهل دلوقتي انا كان محدد لي الدكتور 12 جرعه، اخذ منهم اربع جرعات وعملوا استئصال الصدر، شالوا الصدر كامل. ده جرعات كيماوي؟ جرعات كيماوي، وبعد الاربع جرعات شال الصدر كامل. تمام. فانا سؤالي للدكتور دلوقتي، هم طلبوا مني اشعه رنين تاني على الصدر التاني، تمام؟ فهل دلوقتي يعني الكيماوي هي ما بتاخدوش دلوقتي، هي كده وقفت كيماوي اكتر من شهر، مفعول الكيماوي لسه في جسمها، ولا ممكن الورم يسرح في مكان تاني؟ تمام، شكرا لاتصال حضرتك وتابعنا من خلال الشاشه. طبعا هنتكلم بس في الجزء بتاعه في العلاج نفسه، علاج انواع العلاج سواء بالجراحه او الكيماوي او الكيماوي والمده وكل حاجه، وسؤاله هيبقى موجود طيب في الذهن. يعني تابعنا من خلال الحلقه استاذ طه، وان شاء الله هنجاوبك باذن الله. فقلنا ان الاعراض الم كالكوعه او كتله بتتحس في الثدي، واخيرا الافرازات من الحلمه. لو اتكلمنا على كل عرض على حده، انا بس عايز اقول انه زي ما قلت في الاول انه 70% من الاورام اللي بتحسها والكلاكيع اللي بتحسها الست حميده. طب يعني خلينا في الالم يا دكتور، الالم كده يحسه في الحلمه او سواء سيده او رجل او في محيط الـ لا، عرض الالم عرض الالم هما نوعين. نوعين. الست بتشتكي اما الم في ثديها الاثنين، وبيجي ويزيد ويقل مع الدوره الشهريه، وعباره عن نبضات كده، وبترتاح لما بتاخد الباسكوبان او بتنزل الدورة او الى اخره. فطالما الم غير مستمر او غير ثابت ويروح ويجي، والصدر بينتفخ او الثدي بينتفخ ويقل، بيكبر ويصغر، بيورم ويخف، ده عرض الم طبيعي، لانه معظم الاورام بتاعت الثدي جايه من خلل في الهرمونات اصلا. وهنتكلم ده في الاسباب، انه خلل في الهرمونات او هرمونات الانوثه هو اللي بيسبب البروجسترون، اللي هو لا الاستروجين. الاستروجين هو اللي بيسبب او من احد الحاجات اللي بتخلي الست اكثر عرضه ان يجي لها سرطان. وبالتالي هذا النوع من الالم الم حميد، بندي بتلبس البرا وسوفت برا يعني، وبنديها مسكن وبتاخد فيتامينز وتمام، ما بقاش فيه مشكله. الالم الثاني اللي هو بقى يودينا ان احنا نشك ان ده ممكن يكون ورم ثدي، الا وهو الالم الثابت في يمه واحده من الثدي، ما بيزيدش ولا يقل وما بيختفش، ما بيروحش ويجي، عكس تماما الاولاني في الثديين بيروح ويجي وبيقل ويزيد. الالم الثاني الثابت سواء الم في الحلمه او الم ثابت في الثدي الواحد وثابت، ده اللي بيخلينا نقول نروح لدكتور الاورام، في ممكن يكون في اشتباه ورم في الحلمه او في الثدي. الكلكوعه نجي يبقى كده الالم ده اول عرض. اطمن السيدات انه معظم نقول كمان انه الاعراض نقسمها حسب العمر احسن افضل عشان نطمن السيدات. التقسيمه بتاعت العمر في ورم الثدي والاعراض طبقا للعمر
فيها معادلة بسيطة جدا. منحنى العمر بالنسبة للسيدات بيبدأ من البلوغ لغاية سن الأربعين، بداية الدورة الشهرية بالضبط كده، من البلوغ للأربعين، ثم بعد ذلك من الأربعين للثمانين، ثم بعد ذلك فوق الثمانين. كل ما هو أقل من الأربعين سنة يطمنوا، معظم الأورام حميدة، معظم الكلاكيح حميدة، أقل من 40 سنة. من 40 ل 80 سنة، يعني مثلا أقل من 40 سنة ليك تتخيل واحد لكل 2000 سيدة ممكن يكون عندهم ورم. من 40 ل 80 واحد في كل 200، يبقى الفترة اللي فيها معدل أو منحنى الأورام بيكون زايد فترة من 40، وهي دي الفترة المهمة بقى للسيدات في المتابعة. كل ست دخلت على 40 لا تقول أنا عندي ثدي، لازم تعمل فحص، انا عندي ثدي لسه موجود فاروح اشوفه. طالما وصلت لسن الأربعين، من الأربعين الى فوق الأربعين، تمام، بيبقى واحد لكل 200، فليك تتخيلي ان انت من وسط 200 ممكن يكونوا مصابين من ورم الثدي. ولو اكتشفناه بدري، والاكتشاف المبكر والفحص الذاتي هو ده العلاج، مش الجراحه ولا الكيماوي. الوقايه، دايما بنرفع شعار الوقايه خير من العلاج بالظبط، يعني والاكتشاف المبكر خير من التدخل الجراحي والضرر. يعني حضرتك شايف ان الوقايه والاكتشاف المبكر ده افضل بكتير من العلاج او اي نوع من انواع التدخلات الجراحيه او العلاج. يعني حضرتك تتوقع انه الستيجز، الاربعه ستيجز بتوع المراحل، المراحل بتوع انتشار الورم في الجسم، لو النهارده اكتشفنا مبكرا العيان بيجي في مرحله اولى او ثانيه بالكتير، ودول جراحيا وبتنتهي القصه، بناخد نستأصل الورم ونشوف ونتعامل مع الغدد الليمفاويه في الابط سواء كانت ايجابيه او سلبيه ليها تعامل، وبنتعامل مع الورم بان احنا بناخد الورم بمسافه امان فقط، والست بتبقى تمام. طب نرجع تاني للكلاكيع يا دكتور، هل لها مواصفات معينه اللي نقول نعم عليها ان ده ورم؟ نقول بقى برضو كلمنا على الاورام الحميده شويه يعني. تمام، الاورام الحميده هي زي ما قلت لحضرتك دايما في الستات الصغيرين في السن اللي اقل من 40 سنه، دي بتبقى عباره عن معظمها اورام ليفيه، فايبرو ادينوما معظمها، تكاثر خلايا، اورام ليفيه، وبتكون الست يعني عندها بتحس انه في كلكوعه بسيطه كده متحركه هي بتحسها، واحنا هنقول في الفحص الذاتي انه الست بتفحص الثدي عشان تشوف وتحس بان الحركه الدورانيه للثدي، علشان في الاربع اركان، علشان تشوف او تحس بقى الكلاكيع دي. الكلكوعه المحسوسه في بنت صغيره اقل من 40 سنه او سيده صغيره في السن اقل من 40 سنه، في دي في الغالب بتكون ورم ليفي. الورم الليفي له مقاييس ممكن يتابع خالص، اهو ممكن السيده تقول انا هتابعه طالما صغير، طالما صغير وهي صغيره في السن يتابع. لو هو كبير اكبر من 2-3 سنتي والسيده ترغب في شيله بنشيله، لكن هو ورم حميد في الاخر. فالاورام الحميده اشهر اورام في الثدي بتيجي الفايبرو ادينوما اللي هي الاورام الليفيه. في برضو بعض التكيسات برضو بتبقى موجودة بتعمل ألام وبتعمل برضو بتتحس ككلاكيع موجودة، بس دي بتكون سيست، فايبرو سيستك ديزيز، بتكون كياس تمام موجودة إثر التغيرات الهرمونية، برضو بتبقى أورام حميدة. إذن الأورام الحميدة هي مرتبطة شوية بالعمر، والتعامل معاها تعامل بيكون عبر دكتور الأورام مختلف تماما عن طبيب الجراح العموم، ان احنا بنتعامل مع الاورام الحميده عاديه خالص. هل لها ابعاد معينه، احجام معينه، نسبه انتشار معينه؟ لا، هي لا تنتشر، وزي ما قلت لحضرتك علاجها طالما انه الحجم صغير والسن صغير بتترك. وهي صاحبه الم ولا غير مصاحبه للالم؟ غير مصاحبه للالم تماما، ومتحركه، بتحسها الست زي الليمونه كده كوره صغيره بقى فوق ال 40. لكن الكلكوعه بقى اللي فوق سن، احنا قلنا ان فوق سن ال 40 لازم يخشوا متابعه، لازم يعملوا سنويا ماموجرام وسونار عشان يخشوا في مرحله
المتابعة والاكتشاف المبكر للأورام. دول إجباري يعملوا الفحص، بيروحوا الوحدات أو العيادات والطبيب المختص بيعمل لهم الفحص ويطلب لهم السونار والماموجرام، ماموجرام على الثدي والسونار على الثديين والإبط. دول ثوابت سنوياً طالما وصلت لسن الأربعين. فبالتالي الكلكوعة إذا كبرت حجمها لا، دي مؤشر إن هي ممكن تكون ورم سرطاني، لكن لو حجمها صغير لا، مؤشر إنها تكون حميدة بنسبة كبيرة. طيب نتكلم بقى على الإفرازات، وهل الأعراض التلاتة بيجي فترة ويصاحبوا بعض، وهل لو كانوا نعم مع بعض كلهم هل ده بيعتبر كده ورم حميد ولا خبيث؟ نعم، في الورم السرطاني الإفرازات هي معروف إنه الإفرازات في منها إفرازات طبيعية وفي منها إفرازات مرضية. طبقا للون، الإفرازات البيضاء معروفة الصافية دي بتكون الإفرازات لبن، ممكن يكون لبن، إفرازات لبنية اللبن العادي. وفي حسب اللي فيها نقول إنه الإفراز ده مؤشر للورم السرطاني هو الإفرازات المدممة، دم من الحلمة. لا ده بياخدنا بنسبة 100% إنه ممكن يكون حاجة اسمها دكت بابلوما، يعني ممكن يكون ورم حميد مع إنه الإفراز دم. فالدم هو اللي يدينا مؤشر إنه لازم يكون ده أحد الأورام اللي في الثدي، سواء دكت بابلوما أو كانسر في النهاية لا بنروح. أما الإفرازات التانية الخضرة والبيضة والصفرة وال احيانا زرقاء واحيانا حمراء، الحمراء بس الافرازات دي هي اللي بتاخدنا شويه ناحيه طبيب الاورام عشان يحدد الافرازات دي نوعها ايه ومؤشر لايه. نرجع للالم تاني يا دكتور برضو، هل له انواع معينه؟ يعني زي ما كان احد المتصلين بيتكلم في نغز زي المسامير، لان احيانا بيبقى في الام في الحلمه او في الثدي ممكن تتشابه اعراضها مع يعني اسباب اخرى. الالام هي بتتاخد بشكل يعني تقل احيانا بالنسبه للسيده، بالنسبه للرجل عباره عن شكشكه، يعني بالنسبه للست بتحس بتزميته تقل في الثدي، او لو لمستها مثلا عند اللمس او لو ضغطت عليها بتتألم. اما الرجل فدايما احساس الستيتشنج اللي هو الشكشكه زي ما هو وصف بالظبط، احساس ده احساس الالم. لكن انواع الالم زي ما احنا قلنا، الم طبيعي مرتبط بالدوره والهرمونات، وده الشائع يمثل 90% هذا الالم طبيعي، و10% اللي احنا قلنا عليهم لو في جيف ثدي واحد او كان مصاحب بكتله او كلكوعه هذا الالم. ممكن مريض سرطان ثدي يجمع الثلاثه، يجمع أعراض الكلكوعه والالم مع الافرازات. ناخد اتصال من مي. السلام عليكم. اهلا بيك، عليكم السلام. سمحتي ساعتين يا دكتور؟ اتفضلي معاك الدكتور. لو سمحتي يا دكتور، انا عندي غده درقيه، تمام؟ نعم. فانا كنت برضع يعني من حوالي 9 شهر كده، وكان بيجي لي شكشكه كده جامد قوي، فلما رحت للدكتور قال لي ده يعني سببها الغده. بعد ما ختمت بنتي برضه فضلت يعني سنه زي كده وزي سلاكيع كده في الثدي. تمام، يعني انت بعد ما عملت عمليه الغده ايه؟ اتعالجتي من الغده ولا شيلت الغده؟ انا باخد لا باخد لها علاج، ان هي تسلاكي. بتاخدي لها علاج؟ حسيتي دلوقتي ببعض الكلاكيع؟ انت عمرك كام سنه؟ ايه؟ عمر حضرتك كام سنه؟ 24. 24؟ طب الالم والشكشكه ده في الثديين ولا ثدي واحد؟ لا الجنبين. في الثديين. حاضر، هنجاوب حضرتك. شكرا لاتصالك. وطبعا يعني واكيد علاج الغده مرتبط بالهرمونات. هي الغده يعني يعني الغده الدرقيه بالتحديد هي ليها تاثير مباشر على كل هرمونات الجسم ومنها هرمونات الانوثه. فالسيروكسين او السيروكسين هو له تأثير على وظائف كل الهرمونات اللي في الجسم، فأكيد بيزود الاستروجين أو بيزود شوية تأثيره أو مفعوله.
ولكن شكوتها قلنا سنها 24 سنه بتشتكي من الم في الثديين مع سواء الرضاعه بعد الولاده او اذا على طول نفكر في الهرمونات وعلى طول نفكر انه ده الم طبيعي زي ما قلت لحضرتك بنعالجه بالفيتامين والبراب تلبس البراب بتاعها وبتاخد مسكن وده طبيعي ولا تستدعي انها تخرج من البيت ما ياثرش على الرضاعه لا ما بياثرش تمام تاخد مداخله من ام رحمه الو السلام عليكم عليكم السلام ممكن اكلم الدكتور لو سمحت اتفضلي معاكي السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه وبركاته بقول لحضرتك والدتي عندها في الثدي ورم صغير كده كم سنة والدتك كم سنة كم سنة عندها 51 سنة تمام فعاملة زي الترمسية فكشفنا عليها وكده وقالوا ده ورم حميد تمام كانت صغيرة فدلوقتي كبرت طب كبرت في في وقت قد ايه من السنة اللي فاتت يعني من سنة كبرت وكانت الأول صغيرة ايه وكانت الأول صغيرة كانت صغيرة بس كبرت دلوقتي كبرت بمعدل كبير يعني يعني كانت قد الترمسية يعني كانت قد الترمسية دلوقتي بقت قد ايه اتنين ترمس يعني ايه بقت يعني بقت اتنين ترمس بشوية كده طيب هرد على حضرتك شكرا لاتصالك وطمني من خلال الشاشة بمناسبة اتصال ام رحمة يعني ايه الفحوصات المطلوبة وامتى نروح للدكتور وهل نروح لاي دكتور وخلاص ولا مين الدكتور او التخصص اللي احنا نروح له سؤال جميل جدا اولا احنا هناخد من اتصال ام رحمه حكايه انه احنا هي عمرها 51 سنه نطبق الكلام اللي احنا قلناه انه ممكن يكون بنسبه 70% ان الاورام حميده وهي عندها ورم ليفي بتقول انها راحت وقالوا لها ان ده ورم حميد يعني ورم ليفي لكن زيادته في الحجم في سنه خلاص لا هنا لازم نتكلم بقى في الفحوصات اللي هتعملها الست ام رحمه ثلاث فحوصات مطلوبين لتشخيص اورام الثدي اول فحص وهو السونار السونار على الثديين ده اساسي جدا وخصوصا في الصغيرين يعني اقل من 35 سنه او اقل من 40 سنه هو كده السونار ثابت سواء كان اقل من 40 او اكتر من 40 يعني السونار ده رقم واحد تاني فحص بتخشي عليه الست مباشرة ومكمل للسونار يعني لازم الاثنين يكونوا موجودين مع بعض ويتعملوا في ذات واحد في وقت واحد اللي هو الماموجرام معلش الماموجرام يعني الناس كثيرة بتشتكي منه يعني بتحس او بتقول ان في ألم شوية بألم شوية فحضرتك ممكن تشرحه لنا ببساطة هو ببساطة انه الست بتدخل على جهاز اشعة وهي واقفة طبعا هو جهاز اكس راي يعني هو جهاز زي الاشعه العاديه بالظبط اللي بتاعه العظم في مكان بيتحط الثدي عليه والجهاز وبيتقفل عليه وبيبدا يتصور على جهاز اكس راي عاديه اشعه عاديه فمعلش هي الضغطه بس اللي احيانا الست بتحس بيها ده سواء في ورم او ما فيش ورم هي لكن طبعا بتبقى محتاجه مركز مختص شويه الناس يعني محترفه بتظبط الامور شويه لكن ده مش عيب جهاز وملوش تاثير بعد كده لا خالص لا 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 هو بتبقى خض من الست انه بتلاقي الثدي بتاعها متطبق كده او محطوط عليه حاجه فبتتخض فقلنا الماموجرام قلنا السونار نقول الحاجه الاساسيه بقى في التمييز ما بين ورم حميد وورم خبيث في الفحص لحاله ام رحمه حاجه اسمها اخذ عينه تروكات بايوبسي بناخد عينة من هذا الورم ونحللها باثولوجي ده التحليل دي قولا واحدا في أي كلكوعة كبيرة أكبر من 2 سنتي محسوسة نقدر إن احنا ناخد منها عينة عشان نفصل ما بين الورم الحميد والورم الخبيث خصوصا فوق ال 40 سنة زي ما احنا قلنا اللي هي الفترة اللي بتكون واحد لكل 200 واحدة مصابة بأورام الثدي اتصال من ندى ألو السلام عليكم أهلا بيك عليكم السلام ممكن لو سمحت أكلم الدكتور اتفضلي إيه لو سمحت يا دكتور انا كنت باخد الحقنه بتاع منع الحمل اللي هي بتاع ثلاث شهور وانا بيجي عندي وجع في صدري بس اول لما يعني البرود بتبتدي ميعادها يقرب بيحصل عندي الم في صدري كاني لسه فاطمه طفل جديد يعني سن حضرتك كم سنه
أنا عندي 36 سنة. تمام، ده مصاحب دايما للدورة، احنا اتكلمنا عنه وهجاوب حضرتك تاني وأكد أن أي ألم مصاحب للدورة والتغيرات الهرمونية الأنثوية ده حاجة صحية اسمه ألم صحي، وقلنا علاجه مسكن والبرا وممكن كمادات مع فيتامينات، ده طبيعي جدا أن يكون مصاحب للدورة ما قبل الدورة أو أثناء الدورة أو بعد الدورة ارتفاع في مستوى الاستروجين لأعلى حاجة، وبداية معادلته من البروجسترون لو كان في حمل، ما كانش في حمل بيوصل المستوى بتاع الاستروجين لأعلى مستوى عشان يبدأ ترتاح الست من الاستروجين ده بالدورة، فبطبيعة الحال تغيرات الاستروجين هي دي اللي مصاحبة باحتقان في الثدي شديد وتزنيتة وتقل، كل ده لأنه الهرمون في أعلى مستوى له، فبنطمن أنه بعد الدورة فبتاخد باسكوبان وبتشرب دافي كتير وبتلبس البرا وزي ما قلنا وبتاخد الفيتامينز، يعني أمور عادية خالص صحية ما تخضهاش في حاجة، وإحنا اتكلمنا في الألم ده بالتحديد وقلنا أنه بيمثل 90% من ألم الثدي. بمناسبة مداخلة الأستاذة ندى، يعني بتقول إنها بتاخد حقنة منع الحمل، فعايزين حضرتك تقول لنا الأسباب بقى اللي بتؤدي إلى وجود أورام سرطانية، ويعني من ضمن الأسباب أحيانا الدكتور بيسأل على التاريخ المرضي. مظبوط. طيب عايزين برضو حضرتك تجاوب لنا لو ده من الأسباب، يعني صحيح. لو واحد الأسرة بتاعته أو التاريخ المرضي للأسرة فيها الأورام الثدي وده حاجة مش بإيده، تمام، يعمل إيه؟ جميل جدا السؤال ده، وفعلا في جزء من اللي قالته أم رحمة ألا وهو حبوب منع الحمل أو الحقن. عايزين نقول ما فيش أسباب لسرطان الثدي أو أورام الثدي إلا مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، لأن 95% منها طفرات عشوائية تحدث في أي وقت وفي أي عمر زي ما احنا قلنا في التعريف الورم. إذن الأورام الثدي هي مشيئة، أورام بوجه عام مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، لكن في حاجة اسمها الإناث أو السيدات الأكثر عرضة لأورام الثدي، دي نسب يعني بتكون أكتر من غيرها سيدة أكتر من غيرها في أورام الثدي. مين هم أو إيه هي الأشكال بتاعت السيدات دول؟ أول حاجة عامل العمر، وإحنا اتكلمنا عنه باستفاضة وقلنا أنه كلما كان عمر السيدة أقل من 40 سنة كلما كان 1 لـ2000 ومعظمها حميد، من 40 لـ80 قلنا السن المتابعة والاكتشاف المبكر 1 لكل 200، من فوق 80 8 لكل حالة لكل 8، يبقى الإناث الأكثر خطورة والأكثر عرضة لأورام الثدي هم الإناث اللي فوق 80 سنة، نطمن يعني هنوصل ل80 ناخد بالنا شوية إنه ممكن يكون ربنا يدي الناس كلها، فربنا يدي الناس كلها طول العمر، لكن من 40 ل 80 هي دي الفترة اللي احنا قلنا لازم تتابع سنويا بالفحوصات. أول عامل السن، وتاني عامل أو عامل برضو شبيه للسن هو أنها سيدة امرأة، هو بيحدث في السيدات بنسبة 99% وفي الرجال 1%، فلأنها أنثى لأنها فيه هرمونات وهو ده السبب الرئيسي لي يعني أو ليه هم أكثر عرضة، يبقى لأنها أنثى السن وسيدة والهرمونات وعندها هرمونات، ولكن يعني الأنثوية. في بعض التقارير أو البيبرز العلمية بتقول ان فعلا في علاقه ما بين هرمونات اقراص منع الحمل او الحقن ونسبه انتشار الاورام، لانها صحيح. بتاثر او صحيح. بتعمل خلل في الخلل الهرموني في الجسم، صحيح. وفي برضو اسباب تانية او برضو انا هكمل الاسباب هيجي سؤال رد على قصه محبوب منع الحمل. ان تاني سبب على طول وهو قلنا الهرمونات، الخلل في الهرمونات، تمام، يعني سيده جالها الدورة مبكرا فزيادة تأثير أو تعرض الست لهرمون الأنوثة اللي هو الاستروجين طول الفترة التعرض زادت نسبة الإصابة ممكن بأورام الثدي. يبقى الست اللي جاتها الدورة بدري من 12 سنة وقطعت متأخر فوق 50، دي ست اتعرضت كمية كبيرة جدا فترة طويلة جدا للاستروجين. طيب فدي أكثر أستاذ حضرتك ناخد اتصال ونستكمل
اسباب الاوراق الاصابه بالامراض السرطانيه. ناخد شاهد من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. عليكم السلام. أهلاً بيك. انا اسمي شاهد بصراح، عندي 17 سنه. ايوه شاهد. انا 17 سنه. 17 سنه اه. كنت تعبانه وكان صدري بينزل دم. اسمعينا اسمعينا من التليفون يا شاهد عشان الصوت يبقى افضل. بتكلم حضرتك في التليفون. كنت تعبانه وصدري كان بينزل دم، فرحت كتبت عند الدكتور ده ورم، وهو ورم عمل هضم كبير في صدري، وانا معاك رحله مستشفى دوليه عشان نكتب، قالوا لنا مركز مستشفى دوليه، قالوا لنا ما جابوش غير 225 ومعاك الورم من 6 من 5 ونص ل 6. متابعينك يا شاهد. يعني انت حضرتك كان في ورم موجود ب 5 سم. هو ما خفش، هو الورم عمال يطلع زي ما صدري. اه حضرتك الورم كان حجمه 5 سم. من هو الدكتور قال لنا من 5 سم. طب اتاخد عينه يا فندم منه؟ ايه؟ اتاخد عينه؟ خدتي عينه؟ لا. طيب احنا زي ما احنا لسه قايلين الثلاث فحوصات اللي بنشخص بيهم ورم ثدي هو السونار، بالنسبه لحضرتك 17 سنه سونار، ما بنعملش المامو الا فوق من 35 سنه الى 40 سنه. هي بتقول من ضمن الاعراض انه تقريبا في افرازات، ما هو دم. ما احنا قلنا انه الافرازات الدم بتودينا الى انه في ورم، ممكن يكون الدم ده ان تحتيه ورم تمام جاي من الحلمه، يعني في الغالب بيكون الورم قريب للحلمه. طيب هي بتقول انه 5 سم او 6 سم. بالتالي طب حضرتك عايز تسالها حاجه ولا تتابع؟ لا انا هكتفي بك. شكرا يا شاهد، وتابعينا من خلال الشاشه. فالحلقه بتاعت شاهد محتاجة استكمال فحوصات، خلاص تعمل سونار، وبعد السونار بناخد عينة مباشرة من الثدي نشوف ده هل ده ضغط بابلومة ولا كانسر. السن ده في الغالب ضغط بابلومة، يعني في الغالب يكون ورم حميد. ضغط بابلومة ده نوع حميد حتى ولو كانت أعراضه مدمرة، بس له نظام وله علاجه وله استئصال وله كل حاجته، لكن مش كانسر بنسبة كبيرة، لأن احنا قلنا إن أقل من 40 سنة واحد في كل 200 أو كل 2000، وهي 17 سنة، ففي الغالب ده بيكون ضغط بابلومة، بيكون ورم حميد تمام. فناخد عينة عشان نفصل ما بين الـ ونطمنها، يعني عينة تروكات وتريحنا. نرجع بس لكس شكرا يا شاهد، وتطمني يعني، واعملي الفحوصات اللي الدكتور قال لحضرتك عليها، وتابعينا لأن الدكتور برضو في النهاية هيقول لنا العلاج بالظبط بالنسبة للأورام لحالتك. نكمل الاعراض، نيجي الى الاكثر عرضه، قلنا اللي هم اكثر تعرضا للاستروجين، اللي هم عندهم الدوره بتيجي من بدري وتنتهي متاخر، او اللي هي بتحمل الفيرست بيبي بتاعها اول حمل ليها يكون على 30 او بعد ال 30. لا، خلت الرحم عرضه كتير جدا للاستروجين، لازم البروجسترون هو العامل الثاني للقفل على الاستروجين ده. فاللي بينزل الاستروجين وبيقلل من سمومه أو تأثيره هو البروجسترون. سيادتك مناعة البروجسترون تمام لعند سن 30 سنة، وبالتالي الست اللي بتأخر في الخلفة تمام بتبقى أكثر عرضة. ده سبب رئيسي لأنه معظمه هرمونات. في سبب تاني الخمسة في المية بقى، يبقى الأسباب الرئيسية عمر الست، انها ست، الهرمونات، في اسباب اخرى نتكلم فيها. هل التغذيه الغذاء له سبب؟ بالظبط كده. الحميات الغذائيه بالظبط. هل التدخين والكحوليات وتناول الكحوليات لهم تاثير؟ الله عليك. دي فعلا باقي الاعراض او باقي الاسباب الملحقه على الاسباب الرئيسيه. السيده اللي بتتعرض للاشعاع، السيده اللي بتدخن، اللي بتشرب كحوليات، اللي شويه فيها سمنه، دهون وتناول دهون سمينه شويه مليانه، البدانه سمينه بدانه، يبقى دول اعراض او اسباب نقي نفسنا منها. تدخين، كحوليات، السمنه تقل في الوزن شويه، لان السمنه ليها ضرر في كل حاجه، تناول والافراط في ليها تاثير في كل حاجه. في بقى نقطه حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل
هي احنا بندي استروجين للست، الحبوب دي استروجين هرمون، هرمون. فحضرتك النهارده بندي للست، بنزود الاستروجين عندها، وبالتالي اتمنعت القصه دي، قصه الحبوب في دول كتيره جدا. احنا بناخدها نظرا لانه اتعودنا عليها، لا المفروض انه الست بتشوف الوسيله المناسبه ليها، ومن حيث الاهميه او من حيث عدم الخطوره اللولب رقم واحد، الحبوب رقم اثنين فقط، يا اما حبوب تابلت يا اما IUD لولب، لكن حقن او لها اعراض كتيره وبتزود الميه وبتمنع الدوره فترات طويله وبتسبب مشاكل في الاضطرابات في الهرمونات، الكبسولات نفس القصه. لقينا انه انسب الوسائل هي اللولب، اذ لم تكون مناسبه للست باختصاص دكتور النساء نديها الحبوب. وفي انواع حبوب معينه بتكون البروجسترون فيها عالي، مش كل الحبوب اللي تتاخد، كمان لازم بوصفه طبيه ومن مختص علشان نقي نفسنا من قصه البعض الايه الهرمونات اللي جواها بتسبب الاورام. بالنسبه بقى للتاريخ الوراثي، ايوه ال 5% بقى كده، ال 95% 5% ليهم عامل وراثي، تاريخ وراثي، حتى ليهم جين كده اسمه براكا 1 وبراكا 2. براكا 1 وبراكا 2 ده جينات اللي بيتواجد فيهم او اللي بيبقى عندهم سرطان ثدي وراثي بيبقى عندهم الاثنين دول بوزيتيف، يعني موجودين. دول خمسة بيمثلوا 5%. طيب دول مين هم؟ مين هم في السيدات اللي يعرفوا ان هم كده عندهم عامل وراثي؟ اللي امها او خالتها او اختها او بنت خالتها او عمتها جالها سرطان ثدي، دي لازم تحط نفسها في دايرة الاهتمام من سن 20 سنة. في ناس بيقولوا من 30 سنة تبدأ تتابع، يبقى من 20 سنة تبدأ تفحص نفسها ذاتيا وتبدأ تشوف نفسها باستمرار. طريقة الفحص الذاتي يا دكتور؟ الفحص الذاتي هو انه اولا هو انسب وسيلة للست انها تعرف اي تغيرات موجودة في الثدي. اول حاجة لازم وهي واقفة قدام مراية، ومرة وهي نايمة، عشان الناس بس ايه دايما واخدين بقى انه واحنا قدام المراية بس، لا، فحص الثدي بالانسبكشن بالرؤية بيكون وانا قدام المراية واقفة وانا نايمة على السرير. وانا واقفة بشوف اولا بتكون قلعة الهدوم ومعرية منطقة الثدي عشان تشوف الثديين، هو رؤية، الفحص ده رؤية، بشوف الثديين، بقارن ده بده، هل حجم ده هو ده؟ ببص على الحلمة، هل هي الاثنين زي بعض ولا في تغير في الحلمة؟ بعد كده الجلد، هل هو الجلد طبيعي ولا في تغيرات، نمشات، في نقر، بؤر، كتل؟ اذا الهدف من الفحص الرؤية او الذاتي للسيدة وهي واقفة قدام المراية عشان تشوف التغيرات اللي موجودة في الثدي، سواء في الحجم او في الجلد او في الحلمة. وهي نايمة خلاص برضو بتشوف نفس القصة بس بتبقى قريبة، تمام. تاني الفحص وهو اليدوي، خلاص احنا بالعين شفنا، بعد كده باليدوي بقسم الثدي الى 4 مناطق واعمل الحركة الدورانية في كل مربع، بأحس بأطراف صوابعي على الأماكن الأربعة اللي أنا حددتهم، خارجي منطقتين وداخلي منطقتين، وكمان أحس الباط تحت في أي كلاكيع ولا لا، الباطين لازم يتحسوا، يبقى الثديين يتحسوا بالحركة الدورانية والباطين يتحسوا بالحركة العادية، خلاص لجوه بعمل لجوه عشان الغدد الليمفاوية داخلة تحت الإبط عميقة شوية، بدخل ايدي شوية. فالحركة الدورانية ده الفحص الذاتي، يبقى الفحص الذاتي فحص عيني وفحص يدوي، طب ومهم جدا 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 للسيدة. نرجع بقى تاني ونقول الوقاية او التعامل مع التاريخ المرضي. التاريخ المرضي خلاص السن، الست اللي عندها عامل وراثي خلاص اللي احنا قلنا عليها، مامتها خالتها الناس دول،
او السيدات دول او البنات دول يجوا من سن ال30 نبدا نعمل لهم خلاص المتابعه اللي هو السونار، وبعد كده لما يعدوا يوصلوا ل40 نعمل لهم السونار والماموجرام. فدول متابعتهم بدري من سن ال30، يبقى دي مش هتستنى لسن ال40. يبقى بالنسبه للي عنده تاريخ مرضي ده يبدا مبكرا، واخد من كلام حضرتك بقى الوقايه خير من العلاج، والاكتشاف المبكر افضل من التدخل والعلاج. حقيقه وصلنا لنهايه حلقتنا، بنشكر الدكتور السيد باز استشاري جراحه الاورام واورام الثدي وجراحه المناظير، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا، بنشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.